مع إشراقة فرحة العيد ووداع شهر رمضان المبارك، يسعى الأهالي لتحقيق السعادة المنتظرة بالتسوق والشراء، ولكن لم تكتمل فرحتهم بغلاء الأسعار كما يرى البعض. شو رأيك بالأسعار هلأ بالسوق؟ والله غالي، فيني كذب عليكي، في غلاء. كيف عم تشوفي هلأ الأسعار بالسوق بالألبسة؟ والله غالية. اشتريتي؟ أسا بدي اشتري بس غالية شوي. عم تشوفي في غلاء؟ طبعا غلاء، غلا كتير، يعني كل شيء غالي، ما بس حتى المأكولات والأغذية كلها غالية. والله الحمد لله، شو بدنا نحكي، الغلا على كل الناس ما بس على واحد، يعني الحمد لله رب العالمين، الأسعار مناسبة يعني كمان. في شيء غلا بسيط بس يعني إجمال الغلا على كل المستويات، الألبسة، الأحذية، الألعاب، كل شيء تضمن وحسب السوق من سوق. والله الأسعار يعني شيء مناسب وشيء نار كتير، يعني حسب القطعة كمان، بس تياب الأولاد كمان يعني حلوين. صحيح غاليين بس حلوين. في فرحه هلا للعيد، في الاولاد، لكن الاولاد بيفرحوا بالعيد، هلا بشوفوا جايبين اغراض بيفرحوا كثير الاولاد. ان شاء الله كل عام وانت بخير. بخير يا رب. مناسبه، في ترضي جميع الاذواق، في اللي بدك اياه، في الغالي، في الوسط، في مناسب للجميع. حاسه انه الناس كلها محتفله بهالعيد وعم يشتروا ويبيعوا، يعني في حركه جيده ان شاء الله عقبال كل سنه. يعني مع شحانه في شيء الحلو اللي بيعطي سعره، والرخيص يعني في اسعار اللي بتناسب لكل الناس. اسعار شوي 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 شوي، والله في شيء غالي، في شيء كتير غالي، يعني مثلا بالنسبه للي عنده 4-5 اولاد بده هيك. على كل الناس هذا ارتفاع، على كل الناس، يعني هي المواد الاساسيه في ارتفاع، يعني بيؤدي لانه المواد يعني المفرق بصير في غلا، لانه الاساس الجمله في عم يجي في غلا، وخاصه من منطقه لمنطقه هيك، وبعدين الكميات قليله، مش كمان بصير طلب على المواد، بتقل المواد بزيد السعر، بس صار اجمالا وسط، يعني ماشي الحال. غاليه طبيعيه مع الوضع الحالي، طبيعيه بتشوفيها، يعني فيها غلا شوي طبعا، كل شيء غالي، المواد الاوليه غاليه والتصنيع غاليه، وهن شويه تجار كمان بيبحبحوها شوي، بيزيدوها شوي للأسعار. جشع التجار نال جيوب الكثير، ولكن مع مراقبة الأسعار التي يسعى موظفو التموين للحد من غلاء السلع ومخالفة المتخاذل بالتلاعب بها، خفف العبء عن المواطنين وساعدهم في نيل حقوقهم إلى حد ما.